التحية طيبة لك أهلا بك. وللسادة الضيوف ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام. طبعا أهلا كان بك. الكثير يعول بأن المرجعية وخصوصا الشيخ عبد المهدي الكربلائي بأن هذه الخطبة وهذه الجمعة تكون أكثر حسم وأكثر رسم، لا سيما كثير من الخطب السابقة كانت مكررة وغير مبررة، والقوى السياسية غير ملتزمة، والقوى الاجتماعية أقصد هنا المتظاهرين غير منتظرة. وبالتالي اليوم التظاهرات نعم هي تأخذ القوة من المرجعية في بعض الخطب، لكن هي عندما خرجت لم تأخذ شرعية من المرجعية، لأنها كانت تعتقد ومقتنعة بأن التظاهرات في يوم 1 أكتوبر هي انطلقت من قوة شبابية وأثبتت القوة، وكانت وما زالت أنا أقول منابعها متابعها عراقية الأصول، ولو أخمدت الآن ستعود في كل الفصول. وبالتالي المرجعية اليوم عندما أعطت رسائل هي لا تعطي ولا تنتقد نعم. الحكومة. أول شيء الحكومة عمرها سنة، وثانيا السيد عادل عبد المهدي لا يمتلك الكتلة العددية حتى يستطيع أن يمرر كل الإصلاحات أو كل القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء. وبالتالي المرجعية دائما تخاطب الكتل وأصحاب القرار السياسي، لأن أصحاب القرار السياسي هي التي تستطيع أن تكسر النصاب وأن يكتمل النصاب وتصوت على القوانين التي تسعى للتصويت عليها وتمريرها. وبالتالي اليوم المرجعية كانت منتقدة، نعم، وهذا الانتقاد لم يكن مفاجئا، وأنا شخصيا طالبته المرجعية، طالبت السيد الشيخ عبد المهدي والسيد الصافي وحتى في النجف الأشرف، يا مرجعيتنا إنك قدسية وإنك أبوية وإنك اتهمت من كثير من المجتمع العراقي بأنك دعمت قوائم في 2005 و2006 وشجعت الناس للذهاب على تصويت على الدستور العراقي. نعم، مواقف كانت مشرفة وكثير من استفاد من هذا، وكثير من روج ومن فسر بعض الخطب لصالحها، لكن أنا أقول المرجعية ما زالت متمسكة بمواقفها بسياساتها بكلامها، لأنها قالت وحذرت أول شيء من الحاشية المقربة، لأن دائما أنا أقول ثلاث أشياء هي مهلكات في السياسة، أولهما الكذب، وثانيهما التكبر، وثالثهما التي أشارت إليها المرجعية هي الحاشية من الأقارب. اليوم لا أقول أغلب المسؤولين، كل المسؤولين منذ 2003 إلى هذه اللحظة عندما يتبوؤون مناصب أنا أستغرب يقربون، أما النسيب وأما الحبيب وأما الأقارب وأما الصديق، كأنما أصبح هو وصي وكأنما كلف لهذه العشيرة أو لهذه العائلة، وهذا ما حذرت به المرجعية. والمرجعية حذرت لشيء آخر، بأن لابد تمرير قانون تعديل قانون الانتخابات التي أرسلت من مجلس الوزراء، لأن لا تغيير ولا تبديل ولا تغيير ولا تمرير ما لم نعدل قانون سانت ليغو المجحف، ولو أن قانون الجديد ديفونيت هذا القانون أسوأ بكثير من قانون سانت ليغو، لأنه يقطع ويمنع كل الكتل الصغيرة أو الشخصيات التي ترغب وتروم للوصول إلى البرلمان وتعطي الثقل للكتل السياسية. ولدي معلومات دقيقة لا ستسمحي لي، طبعا سنأتي بعض الكتل السياسية. نعم تفضل تفضل، إن كانت يعني هذه المعلومات بتلك الأهمية أم يمكن إرجاؤها إلى حين سيد نجم؟ بعض الكتل السياسية تحاول إبعاد كتلة السائرون الكتلة الصدرية وإبعاد كتلة الحكيم من أجل جعل تحالف جديد خصوصا في الانتخابات المقبلة، وأنا أظن الانتخابات المبكرة في هذه في سنة 2020 أعتقد سوف تجرى، وهذا ما نطمح إليه. ويوم أمس تم اجتماع ندوة حقيقية بين مجموعة المورد للدراسات والإعلام مع الزملاء، مع المستشار عادل اللامي، مع الأستاذ فلاح الذهبي، وكثير من الأخوة أهل الاختصاص، مع تنسيقيات من كل المتظاهرين، واجتمعنا وناقشنا مسودة قانون الانتخابات، والحمد لله توصلنا إلى اتفاق، وسوف نعدل بعض المواد من أجل أن نرفعها إلى مجلس النواب، لأن التفاهم والتقارب والحوار هو أفضل من التصادم والدماء وسقوط شهداء من هذا الجانب أو ذاك.